شكون من 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 الشيفان اللي بداوا معاك في نفس الفتره ينشطوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي؟ صفحتي كانت اول وحده بعثت لي عندها في كيف تحت بون. انا حطيت في اون باج، حطيت في جروب تاع المطبخ، ومن بعد صراو هكذا هكذا ما كملتش فيها. يعني كنت الشيء الوحيد كنت نحط فطور، يعني نبدا من الصباح لليل وانا نحط. يعني كانت مشهوره في الطياب في هذاك الوقت. كيفاش بدات؟ يعني انت البدايه فتحت جروب، انا جاياتك، يعني انت فتحت جروب، يعني انت ما كملتش في الجروب، شجعوني باش نفتح. يعني انت عجبهم الطبخ تاعي وعجبهم لاكثر شيء دريساج، يعني انت كيفاش الو فتحت جروب. اول وحده بعثت لي كانت شهرزاد. شهرزاد وكانت عندي المسيا اكثر، كانت عندي ام وليد. ام وليد كانت تكتب الاسم تاع ابنها تحطه في الفريجيدار هكذا في البرد. كانت ام وليد ولا مازال؟ كانت مازال، كان ابنها بالك هذاك الاسم. يعني انت سبقتي ام وليد؟ ام وليد سبقتها، ونظل نحكي فيها ونقول فيها. وكاين ثاني زينب الجيجليه، هذو مواقع التواصل تاع يوتيوب. بصح انا كنت ضد، يعني كان نفتح قناه وكان شغل في فيسبوك. قولي لي بصراحه، ام وليد سبقاتك ولا انت مازال كي سبقتها؟ في اليوتيوب. ايه. على اليوتيوب، يعني هذا يضل الجمهور. انا ما هذا سؤال صعب كما يقولوا. ايه. يضل حكم للجمهور. حكم للجمهور، يعني انت ك يلا خلينا نزيد.